السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمرز ناك. اليوم رجعت لكم في مقطع جديد بيكون تقني عن أفضل كاميرا صغيرة حاليا في العالم. طبعا راح تنفعكم كمستخدمين تصوير بشكل عام أو الجيمرز لها استخدامات مختلفة. خلونا الحين نبدأ وأعطيكم انطباعاتي ورأيي السريع عن هذه الكاميرا. أول شيء أحب أشكر إكسايت الغانم على توفير الرعاية ودعمنا، وأيضا توفير هذه الكاميرا، واللي حاب يشتريها موجود رابطها تحت في موقعهم أو يشوف منتجاتهم الثانية. الكاميرا هذه من ماركة سوني واسمها RX100 Mark IV، ونوعها كومباكت وتعتبر الأسرع بفئتها. أول شيء من ناحية المواصفات بعطيكم إياها بشكل سريع. الكاميرا هذه فيها سنسور 1.22 ممتاز جدا وخلاها سريعة بشكل كبير. أيضا من أهم مزاياها الفوكس السريع، وانصدمت فعلا من سرعة الخيالية، يخليك تصور بشكل أسرع وما يتعبك كل شوي تحاول أنك تسوي فوكس، فهذه جدا شيء مميز في مواصفات الكاميرا. أيضا فيها تصوير الفيديو رائع جدا جدا وناعم مثل ما تشوفون، فعلا يعطيك لمسة جميلة في تصوير الفيديو. وطبعا الكاميرا تعطيك وضوح 4K في التصوير علشان المستقبل، يعني ميزة للتصوير المستقبل إذا كان تبي ترفع مقاطع 4K لليوتيوب أو لأغراض ثانية. طبعا الكاميرا فيها زر يطلع لك الفيور الإلكتروني اللي يحبون يستخدمون الفيور، أو تقدر تستخدم شاشة LCD، فيها شاشة كبيرة وواضحة، وأيضا فليكسبل تقدر تخليها فليب تصير للتصوير السيلفي أو إذا تصور فيديوهات فلوج إذا عندك قناة أو شيء، فممكن تفيدك الشاشة لأنها تتحرك بشكل جدا جميل. أيضا في التصوير الأفقي أو إذا بتصور شيء على الأرض. مثل ما تشوفون عندنا هذا الحلق اللي فعلا استخدامه جدا مفيد، تقدر تخليه للفوكس، للشتر، للايزو، انت تختار وظيفته اللي تبيها، وشغال بطريقة ممتازة وسلسة، وفادني جدا في تصوير المانيوال فوكس في الفيديو، كنت احركه مع حركة الفيديو يعطيني تصوير جدا جميل مثل ما تشوفون. ايضا فيها مزايا جميلة، واحدة منهم اللي هو الواي فاي، تقدر تصور وترسل دايركت على الجوال بدون ما تدخل في عناء الميموري ونقل الكمبيوتر ودروب بوكس ومش عارف ايش، صور ارسل الموبايل حطها في الانستغرام بشكل سريع. ايضا الميزه الثانيه من ناحيه الشحن، تقدر تشحن الكاميرا عن طريق اليو اس بي بسهوله بدون ما تستخرج الميموري ولا اي شيء، فهذه ميزه جميله في الكاميرا تسهل عليك عمليه الشحن. والشيء الجميل في هذه الكاميرا انها تقدم لك كل انماط التصوير اللي تحتاجها، العادي، الاحترافي، السريع، الكونتينيو شوتينج، ايضا ال4K اللي فعلا فيه ميزه السيكونس، تقدر تصور فيديو 4K بعدين تاخذ فريم باي فريم لقطات تصوير عندكم مثلا اطفال في البيت او يعني الحركه السريعه، تصور فيديو بعدين تاخذ من الفيديو هذا لقطات بوضوح ال4K جدا جميله. وبالنسبة للي يحبون التصوير البطيء، الكاميرا فيها انماط السلو موشن جدا جميلة، تعطيك دقة عالية في تصوير البطيء، وصعب جدا تحصل هذا المستوى من السلو موشن في كاميرات بهذا السعر. طبعا من ناحية العيوب، اول ملاحظات في هذه الكاميرا انا للامانة ما اثرت فيني، لكن لازم اني اذكرها لكم. اول شيء ان شاشة الكاميرا ما هي تاتش سكرين، للي يحب اللمس وهالسوالف الشاشة ما فيها تاتش سكرين. وثاني شيء ما فيها مدخل للميكروفون، يعني اذا عندك ميكروفون تبي تركبه في الكاميرا ما فيها مدخل للاسف، اعتقد في ادابتر تشتري او شيء لكن ماني متأكد. بس بشكل عام تصوير الفيديو دقيق جدا الصوت فيه وممتاز اذا كانت الكاميرا قريبة منك. بشكل عام سوني RX100 أشوفها أفضل كاميرا كومباكت في العالم حاليا، وصغيرة تقدر تحطها في جيبك تتنقل فيها، تستخدمها في البيت تاخذ تمسكها بيد واحدة، هذا جدا شيء يميز الكاميرا خصوصا للسفر، يعني فعلا أفضل رفيق للسفر. أما إذا كنت تاخذ DSLR والكاميرات الثقيلة هذه راح تغثك بالسفر وتبديل عدسات والأمور هذه كلها، ففعلا أشوف أن الكاميرا هذه تستحق لأنها تعطيك يعني نتائج قوية بمستوى DSLR لكنها كاميرا خفيفة تحطها في جيبك. طبعا في منها أنواع جديدة اللي هو أنواع كثيرة من المارك 1 2 3، لكن بدأ من المارك 4 هذه الكاميرا اللي تصورك ال4K، وأيضا نزل منها الموديل الحديث اللي هو المارك 5، في تغييرات بسيطة من ناحية الكاميرا ممكن يعني ما تفرق بشكل كبير. إذا أنت تبي تشوف السعر الأقل تاخذ المارك 4. طبعا متوفر حاليا يعني في إكسايت مثل ما ذكرت، رابطها تحت للي حاب يشتريها. وهذه بعض اللقطات اللي تشوفونها من ناحية تصويري في كاميرا فيديو وايضا صور عاديه. في النهايه حبيت اشكركم على المتابعه، اتمنى استفدتوا من هذا المقطع. اللي يبحث عن كاميرا يعني انا اعطيكم جارنتي ان هذه فعلا اختيار جدا ممتاز، بس تتعلم على المنيو شوي وراح تعجبك في النتائج اللي راح تطلع منها. عموما يعطيكم العافيه، لا تنسون الاشتراك وايضا اللايك، واشوفكم في مقاطع ثانيه. كان معكم خالد من جيمرز ناك، مع السلامه.